الأخت والمناضلة من التو من تحضار، مرحبا بك وسهلا على شاشة وميكروفون الفريق الإعلامي. سؤالي الموجه لك، كيف تنظرين للسياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء؟ هذا اللقاء حقيقة ما هو لقاء عادي، بل لقاء متميز، والذي يميزه هو تخليد يعني ذكرى هامات شهداء عظام وعظماء من أمثال الشهيد الولي مصطفى السيد مفجر الثورة وثورة ماي الخالدة المجيدة، والشهيد محمد عبد العزيز القائد التاريخي والأب الروحي للدولة الصحراوية. وطبعا فيه يعني رسائل تبعث من خلال إحياء هذه الذكرى، ليس فقط من أجل إحياء الذكرى، لأنه هذا الشهداء لا تختزل ذكراهم في يوم واحد، بل هي لبعث إشارات أولا للشعب الصحراوي، وهو ضرورة الالتفاف حول الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وادي الذهب كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي، والالتفاف من حول المشروع الوطني وتراصي الصفوف ووحدة الصف حول الهدف الأسمى والنبيل هو الاستقلال والحرية، والرسالة الأخرى للمحتل المغربي على أننا لا نفقد الأمل أبدا بفقداننا شهداء ويعني مفجرين الثورة وزعماء وقياديين من هذا الحجم ومن العيار الثقيل، بل منهم تتغذى أرواحنا بالوطنية بالاستمرارية بالوفاء لعهد الشهداء. شكرا جزيلا الأخت والمناضلة جسورة من التوم حيدار، دمتي ودمنا للنضال صامدين بإذن الله. شكرا جزيلا الإعلامي على مواكبته الحدث، على مواكبته أيضا تغطيته الدائمة. شكرا جزيلا لك. شكرا.